شرقها إلى غربها. الموعد سيكون بالصحراء الغربية لأجل استكمال الحرية على كامل ترابها. نستقبلها ونحن اليوم صحراويون اليوم، ولا أجمل من أن نستمع باسم حضور الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذا المستوى. في الحقيقة له رسائل كثيرة ودلالات كثيرة ومعاني كثيرة، وبالتالي سيكون حتما له ما بعده. سيكون معنا عشرات النقابات من مختلف العالم، حوالي 45 نقابة من 22 دولة. هناك حضور 150 مندوب دولي و350 مندوب وطني. هناك يعني غدا استعراضات، هناك حضور أيضا كبير جدا على مستوى السلطات الصحية بما فيها رئيس الجمهورية وكل السلطات. هناك يعني أحداث غدا فيها معارض، فيها استعراضات، فيها افتتاح المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي في طبعته الثانية. إذا هي لحظة تاريخية، كل هذا يحدث ما بعد 13 نوفمبر العودة للكفاح المسلح، ولكن أيضا يحصل في لحظة محكمة العدل الأوروبية، أكبر محكمة في أوروبا، تقر بأن الممثل الشرعي هو جبهة البوليساريو، وبأن كل الاتفاقيات الموقعة مع المغرب والتي تشمل الصحراء الغربية هي اتفاقيات باطلة. إذا هذا مكسب. نستعمل الدبلوماسية النقابية على مستوى العالم باش نحسس أن القضية الصحراوية كما القضية الفلسطينية بالضروري أن تتوصل لاستقلالها وتتوصل لحرية الشعوب تاعها. هذا يعني مبدئيا من إنسانية عند العمال موجودة من سنة، وإحنا نعرف باللي من خلال الاستعمارات ومن خلال الحروب الاستهداف الأول وهما النقابات، كل ما كان تنظيم عمالي كان تكسر من طرف النازية، كان تكسر من طرف الفاشية، كان تكسر من طرف الاستعمارات. الكل كل الاستعمار عنده خطة لتهديم التنظيم، وكل التنظيمات هو الأول العمال. مجموعة من اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي ذهب هو اللي عدل أول عملية فدائية، أول عملية بحرق الحزام الناقل للفوسفات بالعيون المحتلة. إذا هذه مجموعة كانت من عمال الساقية الحمراء وادي ذهب إبان للاستعمار الإسباني، بعد ذلك تأسس اتحاد العمال في نفس اليوم إلى حد ساعة.